لازم انفخ شديد لانه هي قاعده بعيد هناك. فيلا اهلا يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. انا دانيا و دودا تعالى. والليله هنعمل تحدي جديد حلو شديد. حسي جات السنه انه باك تو سكول والمدرسه جات وانا مدرستي بكره. انا امبارح كان مدرستي. لو انتوا عاوزين نعمل لكم فيديو حق مورنينج روتين او الروتين حق اول يوم مدرسه، امشوا اعملوا لنا فولو في انستغرام واكتبوا. طبعا السنه دي هتكون غريبه شويه انه انا همشي بس يومين ودانيا المسكينه هتمشي بس يوم واحد. يعني انا همشي يوم واحد في الاسبوع وتالت همشي يومين في الاسبوع. انا همشي يوم الخميس وانا همشي والباقي انا هشتغل اونلاين. انا بحس الاونلاين شويه صعب لانه انا بكون بعيده من استاذتي، بس المره دي شفتها كان حلو شديد انه نفس الباوربوينت الافضل اللي بتعرضه في السبوره، فحلو المره دي. اقول ليه حلو شديد؟ لي انا عشان انه ماما بتكون جنبي وبتعرفني. ايوه توريني شنو جوا غير ما يعني افهم حاجه غلط. مرات بنخجل نسال الاستاذ وكذا. شكرا ماما. شكرا ماما ورا الكاميرا. فان شاء الله تكون سنه سعيده شديد لكم. وخليني اوريكم شنطتي. دي شنطتنا الجديده، حلو شديد. حاسه احنا هنمليها مع التحدي الجديد. ان شاء الله يكون يعجبكم. يلا نبدا. لكن البوينتي حتكون بهنا ومثلا هننفخ كده ونتمنى ياتوا حاجه زي دي من المكان دي. مثلا انا يا رب اخذ مثلا النوت بوك ده هقوف ويعني بتمنى يمكن يكون ما في، يمكن يعني ما اجيبه، يمكن اوش النهايه يمكن ما تجي، يمكن تكون في النص ويعني ما اخذ شيء. Let's get to it. لو ما فهمتوا هتفهموا حسي. اي نور هسه تعمل الراوند الاول. يلا يا نورا. يلا يلا بس 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 دور تارا. أنا نفسي في النوت بوك ده يا رب اخذه النوت بوك عشان اكتب فيه حاجات يعني لاول يوم مدرسه. لازم ناخده عشان يعني افضل ما عندنا دفاتر لازم نكتب فيها حتى هو شكله حلو. يلا يلا 1 2 3. ياه اخذته. لا اخذته خلاص، اخذته من هنا بعدين roll. ليه انا it rolls to me. انا صراحة عاوزة المقلمة ديكي شكلها حلو شديد، فحلوة للارت كلاس، شفافية وحلوة ولونها حلو كمان. فيلا نورا. انا لازم انفخ شديد لانه هي قاعدة بعيد هناك. فيلا ما اخذت. ليه يعني ليه؟ صارت بعيد. ماما حكت. حسي دور نورا. يلا 1 2 جو. نورا دار شنو؟ دار شنو؟ دي؟ حسي خدتين حاجات جديدة، في نوعين من أقلام وفي هايلايتر. خلاص مهمة للقراية بتساعدني شديد صراحة. نورا دايرة دي؟ دايرة مساحة؟ يلا نورا عشان تشبه النوت بوك حقك. اوكي يلا نورا 1 2 3 انفخي. البينك جاتلي ليدي. او ماي جاد، حس نورا اخذت المساحات. يعني يمكن نورا تاخذ الثيم كله حق ده، يمكن تاخذ المساحه. او ماي جاد بخسر.
دور تالا. مبروك دور تالا. طيب هسي دوري وانا دايرة، يعني انا دايرة دايرة دي انا دايرة دي دايرة دي. اوكي يلا ليش نهي البنسل. البنسل دي حلوة لانه معمولة على مسطرة. شوفوا يلا هسي دوري. انا كنت عارفة انا وريتها. انا الوريتك. لا انا يلا ما قلت لي انا دايره شنو. لكن انا صراحه عاوز القلم من فين ده حلو والله كده والله. لا رصاص او ده او ده. يلا دارينا وقعت في الوطن. يلا داري فيمكن ناخد حاجة من هنا. والله أنا خلاص داردي أنا غصب عن كده. خلاص دور نورة. دور ليه تبكي نورة؟ خلاص يلا دور نورة. يلا دور نورة. عشان دار المساحة يلا نورة 1 2 3. نورة فيها هذا التكنيك تنفخ بالراحة. أخذت الثاني. لا لا ياه احنا وانا نزيد انا اخذ شنو انا تكيد حتمشي بدون حاجة ايضا. لا يا ريا غيرنا وهنعمل حركة جديدة. انا وتالا هنعمل rock paper scissors وانت هتشوفوا تكون مفاجأة. في صندوقين ومثلا في حاجة حاجة ايوة فيعني مثلا الزول ده هيعمل بيكينج ويشوف لو الحاجة حلوة ولا ما حلوة. يعني مثلا هنعمل رياكشن يعني كده كده معناه هو ياخدها وحاجة تكون ما حلوة. فايوه يلا let's get to it. I'm so excited. يلا rock paper scissors. دي حلوة ولا دي؟ عجبك الحياة؟ ما دايرة ولا دايرها؟ اوكي يلا يا دانيا. انت وريني وش الكب؟ ما اشرب بس. I'm gonna keep it. ورونا فيش نجوا.
انا اخذت دي الوان حلوه جديد. I'm not a baby. عندنا دي عشان هو سائل ويعني انا بحبه لانه بحسه احسن. ممكن يدفق في الشنطه او يحصل له حاجه. انا الفايزه. عندي دي زمان مدرسه ونحن جاهزين. انا عندي دي هنا لو يعني ما تايت ممكن تجروها تايت ليكم. ايوه ودي حقتي هنا فيها سباركل حلو شديد. ودي حقت نورا. باي. ميك شور تو لايك شير اند سبسكرايب اند دونت فورجيت تو فولو اس اون انستغرام. يا جماعه احنا قربنا ل 600